امبارح انطلقت أعمال المؤتمر الدولي السابع لاتحاد الإحصائيين العرب بمقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمؤتمر السنة دي بينعقد تحت شعار الدراسات الإحصائية في العالم العربي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية. الإحصاء علم مهم جدا، وكل اللي حصل في الدولة المصرية مؤخرا كان بناء على قصة تحليل البيانات أو الداتا أناليسز اللي أفرزت لنا نتائج هنعمل تطوير فين وهنعمل إيه وهنبدأ منين. أهمية المؤتمر ده في إن الدول بتعتمد على البيانات الإحصائية بشكل رئيسي جدا في وضع خريطة عمل أجهزة الدولة، ده بيساعد صناع السياسات ومتخذي القرار في التخطيط السليم القائم على بيانات دقيقة. تعالوا نشوف فعاليات المؤتمر في سياق هذا التقرير. احنا بنستعرض اكتر من 40 دراسة بحثية من الاكاديميين والاحصائيين والباحثين على مستوى الاكاديميات والجامعات العربية والمصرية. الهدف منها ان احنا بنوحد منهجيات العمل الاحصائي اللي احنا من خلالها بنصل الى اهداف محددة تقدر الدولة والحكومة الدول والحكومة من خلال هذه المنهجيات والاحصائيات المختلفة، لأنها بتشمل بيانات وإحصاءات متعددة في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو بيئية أو اجتماعية، إنها تاخد قراراتها وتضع سياساتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك تحقيق رفاهية المواطن المصري. احنا عندنا عدد كبير من الإحصائيين العرب قادمين إلى مصر مشاركة في هذا المؤتمر. فكرة إنه هذا المؤتمر بيعقد في القاهرة هي يعني إشارة جيدة، لأنه مصر هي قلب الأمة العربية النابض، ولكن كمان العمل الإحصائي المصري بياخد مركز هام جدا في العالم العربي، فبالتالي احنا بنعول على هذا المؤتمر في ان هو يربط ما بين علم الإحصاء والسياسات العامة في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية. عندنا 4 ندوات حوارية حول مستقبل الوظائف في الوطن العربي اللي مع ظهور التكنولوجيا ألغت جميع أو أكثر عدد كبير من الوظائف الحكومية، فكيف نعالج هذا الوضع بالمستقبل؟ وعندنا جلسة حوارية عن التنمية المستدامة، وجلسة حوارية عن المرأة، وجلسة حوارية عن الاقتصاد. هذا سيكون على مدى يومين، وغدا ستصدر التوصيات التي ستعلن لدعم الوطن العربي في التحليلات الإحصائية واتخاذ القرار للأشخاص متخذي القرار. يعني لا شك التجارب ومشاركتها مع باقي الأجهزة العربية مهمة جدا في أنه إحنا نأخذ منهم الإيجابيات اللي وصلوا لها في هاي المشاريع، هم يستفيدوا من تجربتنا اللي احنا قطعنا فيها شوط منيح. المؤتمر ده طبعا ليه أهمية كبيرة جدا، لأنه أولا جمع غير عادي للمؤسسات الإحصائية العربية وتفعيل لدورها الأساسي في الإحصاءات لخدمة المجتمع من ناحية، خدمة أهداف التنمية المستدامة من ناحية تانية، وأهم من كل دوت تأكيد دور الإحصاءات بشكل عام في يعني بالنسبة لمتخذي القرار، بالنسبة للمجتمع المدني، بالنسبة للباحثين. فأعتقد إن احنا بدون الإحصاءات وبدون الأرقام ما نقدرش نبني أبدا أي افتراضات علمية بشكل مناسب.